بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا اللقاء من برنامجكم ومن آياته، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن صفة يحبها الله عز وجل، وعن فعل يحبه الله عز وجل من عباده، ألا وهو حسن الظن بالله عز وجل. فالله عز وجل خلق الناس جميعا ورغبهم في ماذا؟ في الإقبال عليه عز وجل وحسن الظن به. فهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي. وهو الله عز وجل القوي الذي يعني لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، مهما أعطى مهما منح فلا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص من ملكه شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. مهما ينفق على العباد بالليل والنهار هذا العطاء وهذا الإنفاق لا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص سحاء. وهنا فيه إثبات اليد لله عز وجل، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، إثبات اليد لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يده. شوف، منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأراضين ينفق ويعطي ويجود على عباده، وذلك كله لم ينقص من ملك الله عز وجل شيء. فحسن الظن أيها الإخوة والأخوات، حسن الظن بالله عز وجل من أسس الإيمان الذي نتعلمه من من؟ من سيرة الأنبياء والمرسلين، فإنهم كانوا أحسن الناس ظنا بالله عز وجل. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما خرج من بلده ماذا قال؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فيسر الله عز وجل أمره، كان موقناً بالنتيجة، موقناً واثقاً بالله عز وجل أنه سييسر أمره. وهذا نبي الله موسى عليه السلام عندما يعني وقف بهم الحال هو وأتباعه وأصحابه عند البحر، عند ساحل البحر، وخلفهم من؟ فرعون وجنوده. فهنا ماذا قال أصحاب موسى عليه السلام؟ ماذا قالوا؟ قالوا: إنا لمدركون. لكن ما كان جواب موسى؟ واثقا بالله عز وجل، أحسن الظن بالله عز وجل، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين، سينصرني. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النجاة، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذه ثقة بالله عز وجل، وهذا حسن الظن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان قريش تتابعه وتلحق به، فدخلوا إلى الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. مجرد أن ينزل بصره ونظره إلى قدمه لأبصرنا. لكن انظروا لحسن الظن بالله عز وجل ويقين النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، ماذا رد عليه؟ يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك
باثنين له ثالثهما. نعم، ونعم بالله عز وجل. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه هي النتيجة. فأيها الإخوة والأخوات، فلا بد علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل. يقول سعيد بن جبير أنه يعني كان يدعو الله عز وجل، فيقول في دعائه: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فيحسن الظن بالله عز وجل، فيحسن الظن في الله بالله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، حسن الظن بالله عز وجل يكون دائما وأبدا في كل الأحوال، في كل يعني في كل الأوقات يحسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فالله عز وجل ينادي بني آدم، يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فكيف يعني يكون موقف العبد من هذا الأمر؟ وكذلك أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن العبد إذا دعا الله عز وجل يكون موقن بالإجابة، لأن هذا من حسن الظن. لأن إذا دعا بدون استيقان أو بدون أن يوقن بالإجابة فما داعي من دعائه. فالإنسان لما يدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل لا بد أن يكون موقن بالإجابة حتى يجيب الله له. لا بد أن يكون متيقن أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه، سيستجيب دعاءه بإذن الله عز وجل. كذلك كما ننظر وكما تعلمون في المواقف الصعبة أين تلجأ القلوب؟ تلجأ إلى الله عز وجل. فطرة في الإنسان إذا أصابته مصيبة أو ابتلي ببلاء يلجأ إلى الله عز وجل. القلوب تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والانقياد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. فليستبشر الإنسان بالخير ودائما يكون متفائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، ولذلك الفأل حسن الظن من الفأل من التفاؤل. فالإنسان إذا تفاءل نجح في حياته، طور نفسه ومشى قدما إلى الأمام، لأنه يستبشر وأنه متفائل ويحسن الظن بالله عز وجل ولا يخاف، لأن الله معه. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكرمه وتوفيقه، وأن يجعلنا ممن يحسنون ظن به، وأن يجيب دعواتنا. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.